نحن في المسألة 33، وهي تسألنا: ما هي المعادلة التي تمثل خط موازي لـ y تساوي ناقص 5 أرباع x زائد 2؟ إذن الخط الموازي معناه له نفس الميل. يمكننا النظر لهذا وتفحصه ونقول: حسناً، ميل هذا الخط هو معامل للحد x، إذن ميل هذا الخط هو هناك. الميل slope يساوي ناقص 5 أرباع. بالتالي علينا أن ننظر للخيارات الأخرى ونقول: أي منها له نفس الميل وهو ناقص 5 أرباع؟ والخيار A في الحقيقة هو الخيار A، هو y تساوي ناقص 5 أرباع x زائد 1. بالتالي له نفس الميل تماما ويجب أن يزاح للأسفل بواحد. بالتالي A هو خيارنا. الآن المسألة 34، دعوني أقوم بنسخ ولصق هذه. حسناً، لنرى، يمكنني لصقها. حسناً، يسألوننا: أي رسم بياني يمثل بشكل أفضل الحل لنظام المتباينات؟ حسناً، يمكننا أن نأخذ كل من هذه المتباينات، ثم ما نريد عمله هو أننا نريد المساحة التي تحقق كل من هاتين المتباينتين. إذا دعونا نلقي نظرة على الأولى، وأحب دائماً أن تكون على الشكل y تساوي mx زائد b. دعونا نعمل ذلك. لدينا الأولى تقول أن 2x أكبر من أو تساوي y ناقص 1. إذا أضفنا 1 لكلا الطرفين نحصل على 2x زائد 1 أكبر من أو تساوي y. وإذا أردنا أن نكتبها بالطريقة التي تعودنا أن نراها، فإن y، سوف أبدل أماكنها، y أصغر من أو تساوي 2x زائد 1. إذن لنرى أي واحدة تمثل هذه. لدينا خط 2x زائد 1، بالتالي نقطة تقاطع y هي 1 والميل 2. إذن ذلك هو هذا الخط هنا، نقطة تقاطع y هي 1، ثم إذا ذهبنا إلى اليمين 2، ثم إلى الأعلى 4. صحيح، كيفما نزداد، كيفما نزيد في x فإننا نزيد y بنفس الكمية. ذلك ما يخبرنا به الميل. صحيح، وذلك هو هذا الخط في هذا الرسم البياني هكذا. هذا كاف. إذن هم يقولون أن y هي أقل من ذلك، بالتالي نريد المساحة تحت ذلك الرسم. صحيح، إذن هي ليست هذه، في هذه هم ظللوا المساحة فوق ذلك الخط. لكل x و y على الخط هم ظللوا. عندما تكون y أكبر من تلك النقطة، y هي أقل من تلك النقطة، بالتالي لأي y على النقطة كل y أقل منها تحققها. بالتالي اعتمادا على هذه المعلومات فإن هذا الرسم يبدو مرشح محتمل أكثر. لم أنظر إلى الخط الآخر حتى الآن. بصراحة أي منهما، أعتقد أن أي منهما ربما هذا يكون مرشح جيد، لأن هذا أيضا أقل من، ربما يجب أن نكون أقل من كلا هذين الخطين. صحيح، هذا الخط الذي أوجدناه نحن بالتأكيد أقل من، ربما يجب أن نكون أقل من ذلك الخط الثاني أيضا. فإذا كنا سنكون أكبر من الخط الثاني لم ننظر إليه بعد، فسوف يكون ذلك الخيار C. إذا كنا يجب أن نكون أقل من ذلك الخط الثاني وهذا الخط الأول، عندها سنكون في الخيار D. لنرى ماذا تخبرنا به القطعة الثانية من المعلومات. حسناً، في الواقع لديهم خطأ مطبعي لما يعطونا معلومة كافية حتى نستطيع حقيقة. دعوني أرى إن كنت أستطيع أن أجد الإجابة، لأنهم حتى لم يكتبوا أكبر من أو يساوي، لا شيء هنا. علي أن أرى ماذا كانوا ينمون. حسناً، لقد قمت فقط بالبحث عن الإجابة وقالوا أن الإجابة هي C. بالتالي هم أرادوا أن نكون أكبر من الخط الثاني، أكبر من الخط الثاني.
إذا دعونا نجد ماذا يجب أن تكون هذه. بالتالي إذا ماذا يجب أن تكون هذه؟ هل يجب أن تكون متساوية؟ حسنا، بالتأكيد ليست إشارة مساواة، لكن هل يجب أن تكون أكبر من أو أقل من أو ماذا؟ سوف نجد ذلك. دعونا نرى. 2x ناقص 5y ماذا بالنسبة لعشرة؟ لا نعلم إن كانت هناك مساواة أو أقل من، وهذا تمرين أفضل مما أرادوه. حسنا، فإذا لنرى إن كنا سنضيف إلى كلا الطرفين 5y، أريد أن أحصل على y على الطرف الآخر، لا أريد أن أقول اقلب الإشارات واقسم على ناقص 5، سوف أحصل على 5y، لذا نضيف إلى كلا الطرفين 5y، بالتالي نحصل على 2x. ماذا؟ مهما تكون إشارة التباين يمكن أن تكون يساوي 10 زائد 5y. اطرح 10 من الطرفين فتحصل على 2x ناقص 10. دائرة 5y، تذكر ذلك، الدائرة يمكن أن تكون إشارة يساوي، ويمكن أن تكون أكبر أو يساوي أو أقل من أو يساوي، ثم يمكن أن نقسم الطرفين على 5. ونحصل على 2 على 5x ناقص 2 شيء ما أكبر من أو يساوي أو أقل من y. هم أخبرونا أن الإجابة هي C، فقد بحثت عنها لأنهم لم يعطونا الإشارة إشارة التباين. إذا كانت C هي الإجابة فهذا يعني أننا نريد كل قيم y أن تكون تحت الخط الأول، تحت هذا الخط هنا. إذن هذه هي تلك المساحة، وإذا كنا في هذه المساحة الرمادية حيث كل قيم y فوق هذا الخط السفلي، فإذا كنا فوق هذا الخط السفلي، هذا الخط السفلي هو 50x ناقص 2، بالتالي نريد كل قيم y التي هي أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. لا آسفة، لقد عملت ذلك، نريد كل قيم y الأكبر من ذلك، حيث أن y أكبر من هذا الشيء. إذن تلك الإشارة في هذه المسألة يجب أن تكون إشارة أصغر من، صحيح؟ أنا أقول أن y أكبر من هذا، إذن 50x ناقص 2 أصغر من y. إذن لقد عرفنا الإشارة. ربما تقول انتظر، كيف يمكن لهذه المساحة هنا ألا تكون صحيحة؟ حسنا، إذا فكرت فيها فهذه المساحة هي فوق الخط الأول، هذه المساحة هي y أكبر من 2x زائد 1، إنها فوق الخط الأول وهي في الواقع تحت الخط الثاني، فهي حقيقة المساحة المعاكسة مهما يكون المسألة التالية. إذن الإجابة هي C. المسألة التالية 35. حسنا، لنرى، سوف أقوم بنسخ ولصق هذه، أعتقد أن الخيارات مثيرة للاهتمام. حسنا، ما هو حل نظام المعادلات هذا؟ حسنا، لنرى إن كنا نستطيع أن نجعلها على شكل أسهل للنظر إليها. لنأخذ هذه المعادلة الأولى ولنضف لكلا الطرفين 3x، إذا أضفت إلى الطرفين 3x فالمعادلة تصبح 3x زائد y تساوي ناقص أو سالب 2. كل ما عملته أنني أضفت زائد 3، لا يمكن، لقد أضفت إلى طرفي هذه المعادلة 3x، وبالطبع ذلك يلغي ذلك. حسنا، لنرى الآن، المعادلة الثانية هي 6x زائد 2 يساوي سالب 4،
حسناً، دعوني أقوم بشيء آخر لهذه المعادلة، وسوف يصبح من الواضح أن هذان حقيقة هما نفس الخط. فإذا أخذت هذه المعادلة الأولى وضربت كلا طرفيها ضرب 2، على ماذا سوف تحصل؟ لنرى، نضرب 3x زائد y ضرب 2، فنحصل على 2 ضرب 3x يساوي 6x، زائد 2 ضرب y، عليك أن توزع 2، زائد 2y يساوي ناقص 2 ضرب 2 يساوي سالب 4، وهما نفس الخط، نفس الخط. إذن عندما تقوم بحل نظام المعادلات فإنك تحاول أن تجد أين تتقاطع هاتين المعادلتين. إذا كانتا نفس الخط فإنهما تتقاطعان في كل النقاط، بالتالي يوجد لهما عدد لا نهائي من الحلول. إذن الإجابة الصحيحة هي الخيار D. المسألة التالية، حسناً، لقد أعطونا مسألة أخرى مثل تلك، يريدون أن يعرفوا الزوج المرتب الذي هو الحل لهذه المعادلة. فقط سأقوم بنسخ ولصق المعادلة هناك. حسناً، الشيء الأسهل هو أن نقوم فقط بطرح المعادلة الثانية من المعادلة الأولى، وسأقوم بكتابة ذلك بشكل واضح. إذن المعادلة الأولى هي x زائد 3y يساوي 7، وبدلا من طرح هذه من تلك دعونا نضرب المعادلة الثانية بسالب 1 ثم نضيف المعادلتين. فإذا ضربنا هذه المعادلة بالأسفل ضرب سالب 1 نحصل على سالب x ناقص 2y يساوي سالب 10. والسبب الرئيسي الذي يجعلني أقوم بذلك هو أنني أعلم أنه عندما أضيف هذان الطرفان الأيسران فإن الx وسالب x يلغيان بعضهما، ثم يمكنني أن أجد حل y. ولذلك أنت ترى يوجد هنا x و x، إذا طرحنا هذه من تلك فإنهما يحذفان. فإذا أضفنا هاتين المعادلتين الx تحذف، و 3y ناقص 2y يساوي y، و 7 ناقص 10، 7 ناقص 10 يساوي سالب 3، سالب 3 هذا يكفي. الآن يمكننا أن نعوض ثم نجد x. إذن دعونا نستخدم المعادلة الأولى، x زائد 3 ضرب ناقص 3، فقد أوجدنا قيمة y يساوي 7، ثم تحصل على x و 3 ضرب ناقص 3 ناقص 6 يساوي 7. x تساوي، نضيف 9 لطرفي المعادلة، x تساوي 16، بالتالي الحل هو 16 فاصلة ناقص 3، هذه x وهذه y، وذلك هو الخيار D. حسناً، المسألة 37. أنا أحاول أن أنسخها وألصقها هنا. سنة لديها ما مجموعه 100 قطعة من فئة 10 سنتات و 25 سنت. إذا كان مجموع القطع النقدية لديها 14.5% دولار، فكم قطعة من فئة 25 سنت لديها؟ حسناً، لنقل أن دي هي عدد القطع من فئة 10 سنت، وكيو عدد الفئة 25 سنت. بالتالي إذا أخذت عدد قطع الفئة 10 زائد عدد قطع الفئة 25 فيكون لديها 100 قطعة. تلك هي هذه المعلومة هناك. ثم القيمة الكلية للقطع سوف تكون 10% ضرب عدد قطع الفئة 10 زائد 25%
ضرب عدد القطع من فئة 25، وهم يخبرون أن هذا يساوي 14.5%. 14.5%. وتلك هي هذه المعلومة، القيمة الكلية للقطع هي 14.5%. والسؤال هو كم قطعة من فئة 25 لدينا؟ بالتالي علينا أن نجد قيمة Q. دعونا نقوم بذلك. إذا أردنا أن نحذف الD فما يمكننا عمله هو أنه يمكننا أن نضرب هذه المعادلة في الأعلى، ضرب لنقل ناقص 1/10، وأنا أعمل ذلك حتى يتم حذفها مع هذه الD هنا. دعوني أعملها بلون مختلف. فإذا ضربت المعادلة بالأعلى ضرب سالب 1/10 أحصل على ناقص 1/10 ضرب دي. يمكنني أن أكتب 10% إذا أردت دي. ناقص 10% ضرب كيو يساوي ماذا؟ يساوي ناقص 1/10 ضرب 100. حسناً، ذلك يساوي ناقص 10، صحيح، ناقص 10، حيث 100 ضرب 1/10 يساوي 10، وهذه ستكون ناقص 1/10. الآن يمكننا أن نجمع المعادلتين. عشرة بالمئة دي ناقص 10% دي يحذفان، ثم 25% كيو ناقص 10% كيو، هذا يساوي، دعوني أبدل الألوان، ذلك يساوي 15% كيو. يساوي ماذا؟ يساوي 14.5% ناقص 10، ذلك يساوي 4.5% دولار. ولكي نتخلص من الخانات العشرية يمكننا أن نضرب كلا طرفي هذه المعادلة ضرب 100، صحيح، بالتالي سوف نحصل على 15 كيو تساوي 405، وفقط نقسم طرفي هذه المعادلة على 15، و إذا كم يساوي حاصل قسمة 405/15؟ إذا 40 تقسيم 15 يساوي 2، واثنان ضرب 15 يساوي 30. نحصل على 10، ثم 105، ومئة وخمسة على 15 أعتقد 7. وسبعة ضرب 5 يساوي 35، 7 ضرب 1 يساوي 7، زائد 3 يساوي 10، صحيح، 27، إذا كيو تساوي 27، بالتالي سناء لديها 27 قطعة من فئة 25 سنت. أراكم في الفيديو التالي.